راح نتكلم هسه عن العلاقة بين البولر والكارتيجيان كوردينات. هذه لنفرض المحاور مالتنا، هذا بهذا الرسم محور، هذا محور الاكس اكسس بالكارتيجيان، وهذا محور الواي اكسس. هذه نقطة البي اكس واي، طبعا هذا الواي وهذا الاكس. نفس الوقت هسه نتكلم عن المحور البولر، هنا راح تكون عندك هذا البولر اكسس، هنا راح تكون ثيتا صفر، هنا الثيتا هي باي على اثنين، هذه بدل ما نقول بي اكس واي نقول بي ار وثيتا. فالعلاقة بيناتهم راح تكون مثلا عندك اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي ار تربيع، هذه النظرية في بيثاغورس. التان ثيتا ايش راح يكون عندك؟ المقابل على المجاور اللي هي الواي اوفر اكس اللي هي هذا. عندنا بعد شنو الاكس يساوي؟ هذا الاكس هو ار كوساين ثيتا، والواي هو شو يساوي؟ هذا هو ار ساين ثيتا. عندك ذن القوانين، هي كل محور العمليات راح تكون حولها، فارجو ان تركز عليها. هسه انا اعطيك مثال، فايند ذا كارتيجيان كوردينات اوف ذا بوينت. طلب مني يمك الكارتيجيان، معناها هذا شنو الصيغه؟ هي بولر، معناها هاي الجذر هي سالب جذر 2 هي الار، والباي على 4 هي ثيتا. فاذا اراد مني يمك الكارتيجيان يعني شو يريد؟ يريد قيمه اكس وواي. فالاكس هنا شو يساوي حسب هذا القانون الفوق؟ هو ار كوساين ثيتا، والواي شو يساوي؟ ار ساين ثيتا اللي هو هاي. فالار ايش قد منطيني اياها؟ سالب جذر 2، والثيتا ايش قد منطيني اياها؟ باي على 4. فيصير سالب جذر 2 في كوساين باي على 4، كوساين الباي على 4 هي 1 على جذر 2، فيطلع الناتج سالب 1. نفس الشيء هنا الساين مالتها هم 1 على جذر 2، فيطلع عندي هم سالب 1. اذا ذا بوينت منطيني البوينت بالبولر اللي هي سالب جذر 2 وباي على 4 از ايكويفالنت تو سالب 1 سالب 1 اكس واي ان كارتيجيان كوردينات. ناخذ مجموعه امثله توضيحيه. نقول replace the polar equations by the equivalent Cartesian for the following example. إذا منطيني بصيغة البولر وريدها من يمي بصيغة الكارتيجين. أنا أخلي ببالي إنه ال x تساوي r cosine theta، وال y تساوي r sine theta، وال x تربيع زائد y تربيع يساوي r تربيع، وال tan theta يساوي y over x. هني الأساسيات. فنجي هنا منطيني هسه ار يساوي سالب ار سالب 3 سيكا ثيتا. احنا بالقانون ما عندنا سيكا، عندنا ساين وكوساين، فلازم ارجعها بصيغه من؟ بصيغه الساين والكوساين. فالسيكا هي 1 على الكوساين، فحاصل ضرب وسطين بطرفين ايش راح يكون عندي؟ يصير عندي ار كوساين ثيتا يساوي سالب 3. فالار كوساين ثيتا هو شنو؟ بالصيغه الكارتيجيه راح يصير هو اكس، فاخلي اكس يساوي سالب 3. اذا لحد الان انتهى السؤال، يعني نحل. نجي ناخذ واحد ثاني، ار ساين ثيتا يساوي لين ار زائد لين كوساين ثيتا. الجمع باللين معناه ضرب، فار ساين ثيتا ايش راح يساوي؟ هو لين ار في كوساين ثيتا. الار ساين ثيتا هو واي، والار كوساين ثيتا هو اكس، اذا واي ايش يساوي؟ لين اكس. ايضا هذا محولناه للكارتيجيان. ناخذ بعد مثال، ار يساوي 4 تان ثيتا في سيكن ثيتا. تان والسيكن نحولها بصيغة الساين والكوساين، فالآر شو يساوي؟ 4 ساين على كوساين في 1 على كوساين. فلو نضرب الطرفين، نضرب الطرفين في كوساين تربيع، راح يروح منا الكوساين تربيع، وين راح يصير؟ راح يصير هنا وين الآر؟ فيصير آر كوساين تربيع يساوي 4 ساين ثيتا. نضرب الطرفين في آر، ليش ضربنا الطرفين في آر؟ لأن احنا عندنا قانون آر كوساين ثيتا. او يصير ار تربيع كوساين تربيع، ما عندنا بس وحده تربيع ولا تبقى هيك بالقانون. فحتى هذا الشيء يصير، يصير ار، وهنا نفس الوقت بالساين هم لازم بيها ار، حتى شو يصير الكوساين؟ يصير اكس تربيع، والساين بيها ار يصير عندك واي. فشوف من ضربناهن هسه صار عندك، صارت عندك اكس تربيع يساوي 4 واي، اذا الواي شو يساوي؟ 1 على 4 اكس تربيع. زين نجي على بعدها، ار تربيع يساوي 4 يساوي ناقص 6 ار ساين ثيتا. فالار تربيع شنو اصلها؟ اصلها اكس تربيع زائد واي تربيع. الناقص 6 ما لك علاقه بها، تجي على الار ساين ثيتا، الار ساين ثيتا هو واي. هاي فننقلها على الطرف الثاني، فصار عندي هاي الصيغه، طبعا هاي الصيغه مال دائره،
بس لازم شو نسوي؟ لازم نلقى المراكز مالتها. طبعا المركز مال الاكس هو صفر راح يكون هنا، بس عندي هنا، فشلون نطلع؟ نطلع المعامل مال واي قسم على 2 ونكعب ونربعه، فيصير 6 على 2 3 في 3 يعني مربع مالتها يصير 9، فيصير زائد 9 ونخلي 9 على الطرف الثاني، فيصير عندك هسه هذا اكس تربيع، وهذا طبعا يصير شو اسمه مربع هنا واي زائد 3 الكل تربيع زائد 9. نجي على بعدها ار، هنا عندك ساين 2 ثيتا. طبعا الساين 2 ثيتا هي قانون، تصير 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا، احنا ما عندنا، عندنا ثيتا ما عندنا 2 ثيتا بالقانون مالتنا اللي هو ار. شو يساوي الار في الساين ثيتا؟ يساوي لي واي، ما عندنا 2 ثيتا، فحاولنا نرجعها لاصلها، فصارت عندي هاي الصيغه، فصار عندي هنا 2 وهنا 2، اقسم على 2 فصار عندك، صار عندك ار تربيع. الار تربيع هنا اسوي يعني احلل ار، يعني اسوي ار واحد اضربه بالساين واحد اضربه بمين؟ بالكوساين. فالار بالساين هو واي والار بالكوساين هو اكس، فكانما يصير عندي اكس في واي في اكس يساوي 1، يعني قدمت واخرت مأثر وضرب يساوي 1، اذا الواي شو يساوي؟ 1 على اكس. هذا القانون حكيت لكم عليه مال الساين. اخر مثال على هذا الموضوع انه ار ساين ثيتا زائدا باي على 6 يساوي 2. طبعا احنا عندنا قلنا بالقانون هو عندنا ثيتا، ما عندنا انه زائد او بها 2 او مضروبه، القوانين اللي حكينا عليهم بالبدايه حتى نطلع منين من الاكس والواي. فهذه احلله بقانون الساين، هذا قانون الساين، الزاويه الاولى في زائد الزاويه الثانيه، هو ساين الاولى في كوساين الثانيه زائد الكوساين الاولى في ساين الثانيه. فش راح يصير عندي هنا؟ ساين ثيتا كوساين باي على 6 زائد كوساين ثيتا في ساين باي على 6، طبعا مضروبه بالار ويساوي لي 2. فانا راح يطلع عندك الكوساين هو جذر 3 على 2 والساين هو 1 على 2 وهي تساوي 2. اضرب كل معادله في 2 حتى تخلص من هذه 2 وهي 2. فالار في ساين ثيتا هو شنو؟ هو واي بيش مضروب في جذر 3 زائدا الار في الكوساين هو اكس، طبعا هاي راحت النص وهي 2، ايش يساوي لي هاي 2؟ ايش صارت؟ صارت 4. انتهى السؤال لحد الان.